مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ على الميديا وعلى الفيسبوك واليوتيوب أقدم لكم هذه الحلقة. تدور الأرض والدنيا وهو يدور، ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. الحقيقة دي قصيدة اسمها قصيدة النيل، غناها الفنان محمد منير في فيلم اسمه البحث عن توت عنخ آمون سنة 1995. هي قصيدة طويلة قوي كتبها الأستاذ كوثر مصطفى. طبعا أنا جبت لكم جزء معين من القصيدة اللي بتتكلم عن النيل وبتقول تدور الأرض والدنيا وهو يدور، ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. القصيدة دي كتبها شاعر بيتكلم عن النيل، النيل اللي بيجري في مصر. أنا أول حد لفت نظري للقصيدة دي على الفيسبوك هو الباشمهندس أشرف يسا، كان بيكتبها دايما، فالكلمات دي لمستني، حسيت إنها مش بتتكلم فقط عن النيل، لا بتتكلم عن الإنسان القبطي في مصر اللي هو بيدور على السلام وبيحارب عشان يوصل للسلام ده، وعشان يوصل للسلام ده بيضحي كتير، بيضحي بأمانه وبيضحي بحقوقه. لكن للأسف الإنسان القبطي عايش وسط ناس مش مصدقة تضحياته، مش مصدقة إن الإنسان المسيحي اتبنى وتربى على مثل وقيم إنسانية عالية جدا جدا جدا. وما أسهل إن الإنسان المسيحي لو فكر يمسك سلاح ويقتل هيعمل ده، لكن الشيء الوحيد اللي بيمنعه هو تعاليم رب المجد يسوع اللي علمته إنه يحب كل الناس ويغفر لكل الناس. لكن قعدت أفكر، طيب ليه إمتى؟ الحلقة دي كنت عايز أعملها قبل كده، وبصراحة كنت هعمل لها عنوان وحش قوي 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 قوي، كنت هشتم في العنوان ده شتيمة يعني سيئة غير أخلاقية، كنت هشتم الكبير على الصغير في أم البلد اللي ما فيهاش قانون. لكن أنا قعدت أفكر وأقول ياد أجل شوية، ما تتكلمش، عشان في انفعالك ممكن تقول كلام يعني يزعل ناس مش المفروض يزعلوا، مش يزعل ناس في الأمن ولا في السلطة، يغور اللي في الأمن والسلطة ولا يحركوا لي شعرة. أنا من أجل أن ما حدش يزعل مني من أصحابي وأصدقائي المسلمين، لأن أنا ليا أصدقاء مسلمين محترمين جدا 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 وعندهم سمو أخلاق عالي جدا جدا، فأنا دول أنا مش عايز أجرحهم وسط الكلاب، وسط العربجية اللي احنا عايشين وسطيهم للأسف. فقلت ياد برضو حاول بقدر الإمكان تهدى شوية وتفكر شوية قبل ما تتكلم، زي ما بقول لكم مش خوفا من سلطة ولا خوفا من رئاسة ولا طز فيهم كلهم ولا يفرقوا معايا، أنا يهمني ناس ليا أصحاب مسلمين وأصدقاء وليا معلمين ليهم أفضل عليا وكانوا بيحبوني وبيعملوني معاملة محترمة جدا جدا جدا، فدول وليا معلمين توفوا وانتقلوا من المسلمين محترمين جدا، يعني بشيل لهم جوايا محبة عالية جدا جدا. فأنا قلت استنى شوية، لكن حتى لو استنى شوية أنا ما أقدرش ما أقولش الحق وما أقدرش ما أوصلش اللي جوايا، أنا لازم أوصل اللي جوايا، وهوصل اللي جوايا زي ما هو، والمعلومات اللي عايز أقولها زي ما هي. إن اختلف التعبير وإن اتفقنا إن احنا ناخد أسلوب مهذب، لكن هنوصل اللي احنا عايزين نقوله. طيب القصة
اللي هي حصلت مؤخرا دي، اللي هي عامله قلبان دلوقتي، ولازم تعمل قلبان، ومش تقلب تعمل قلبان في عقليات في مصر، لا دي لازم تعمل قلبان على مستوى العالم، جد على مستوى العالم كله، لكشف الارهاب والتعاليم الارهابيه. طيب انا لما ابتديت ابتدي بحوار زي ده قلت لا، انا قصه استشهاد ديفيد وقصه استشهاد عماد كامل المقدس هخليها شويه ورا، وهبتدي بكام حاجه الاول عشان احضر تفكير المسلم قبل المسيحي، وعشان احضر تفكير الناس اللي بتفهم والسياسيين والساسه والنشطاء والحقوقيين. محدش يقول لي ان الحادث مجرد صدفة، الحادث مش مجرد صدفة. وفي ناس شطحت وقالت لك لا ده طالما الكاميرات موجودة يبقى مش مدبر، لا برضو الحادث ده مدبر ومتفق عليه، وهقول لكم ليه لما هجيله. لما عايز ابتدي عشان اوصل لكم التعبان والمارد والشيطان بيتوغل ازاي، هبتدي من فرنسا. في فرنسا طلع واحد مغربي عمره 29 سنة ومعاه سلاح ناري ومعاه سلاح حاد، وهجم على ناس في بلد اسمها ستراسبورغ، وقعد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قتل 4 أشخاص وعور 11. الشخص ده طبعا عارفين شايفين اهو علامة الصلاة على راسه، سماهم على وجوههم من أثر السجود، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده بيدل على إنه راجل مؤمن وبيقتل في سبيل الله. حدش يجي يقول لي الارهاب لا دين له، حدش من المسيحيين بيطلع يقول ابانا الذي في السماوات او الله محبه وروح يقتل حد. شفتوا حد طلع قال الله محبه وقتل حد من المسيحيين؟ ما حصلش. طلع حد من اليهود دخل على حد قال شالوم 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 وقتل حد؟ ما حصلش. طلع حد من السيخ قال سيخ 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 وقتل حد؟ ما حصلش. طلع حد من البوذيين وقال بوز 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 وقتل حد؟ ما حصلش. طلع حد من الملحدين وقال ماركس 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 وقتل حد؟ ما حصلش. ده قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات وقتل الناس، لدرجة ان سمعت دلوقتي على مستوى اوروبا ان الامن قال لك لو سمعت في اي حتة واحد بيقول الله اكبر تطخه تطخه على طول، لانه هيعمل كارثة هيعمل مصيبة. فبقى اسم الله، اسم الله مرتبط بالقتل ومرتبط بالدم. الغريبة بقى إن في أقاويل تقول إن هذا الشخص اتولد في فرنسا. طب لما هو اتولد في فرنسا وفرنسا دي بلد النور، يعني كان طه حسين يقول لك فرنسا بلد النور، طلع واستوعب منها ثقافات، لما ده يكون مولود في فرنسا وفي النهاية تشكل شخصيته هذا الإرهابي، يبقى هذا الشخص شرب السم منذ رضاعته، يعني اتحطت له التعاليم الإرهابية كسم رضعه، رضع الكراهية، رضع الكراهية سموم تعاليم إرهابية سامة. يطلع شيخ الأزهر هناك في أوروبا يقول لهم لا ده ملوش علاقة بالإسلام، ده عنده مننص بقى، ده بعد كده تقوله عنده مننص. انما في اوروبا ولا في غير اوروبا ولا في اي دوله لا، خلاص اتعرفت ان في تعاليم ارهابيه مرتبطه بالاسلام. فضيله شيخ الازهر رفض، هي من صحيح الاسلام،
خلاص احنا موافقين، هي من صحيح الاسلام كتب دي، بدل ما بتطلعوا بقى وتقولوا ان احنا دين سماحه، اطبعوا الكتب دي بترجمتها الحقيقيه ووزعوها على الالمان والفرنساويين والامريكان، وشوفوهم هل هيتقبلوا هذه التعاليم وسطهم. في دولتين في اوروبا لا يعترفوا بالاسلام كديانه وبيعتبروه ايديولوجيه ارهابيه وتعليم ارض تعليم سماء، تعليم ارض تعليم انسان. الدولتين دول بولندا منهم والتشيك منهم، واعتقد في دوله ثالثه كمان لا يعترفوا. تفتكروا لما التعاليم دي تظهر باقي الدول مش هتفكر ان هي تعيد تفكير في التعاليم دي، تعيد تفكير في المنهج اللي بيدعو للقتل ده على طول، المنهج اللي بيدعو للقتل على طول. الغريبة ان ستراسبورغ دي اللي الولد ده عايش فيها وقتل فيها 4 وعور فيها 12، دشنت اكبر واكبر مسجد مغربي اتدشن فيها، الدولة دشنت اكبر واجمل مسجد مغربي فرنسي بمدينة ستراسبورغ، والخبر مكتوب هنا اهو قدامكم، نازور سيتي، عمر شملالي، وكالات حفل التدشين الرسمي الذي يرمز لأهمية الحدث. ترأس وزير الداخلية الفرنسي المكلف بالديانات مانويل فالس ممثلا للرئيس فرانسو هولاند، بحضور وفد مغربي هام يقوده وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ومؤرخ المملكة عبد الحق المريني وعددا من المنتخبين والشخصيات الدينية والثقافية والسياسية، بحضور عدة شخصيات فرنسية ومغربية. وكتب على اللوحة التذكارية المخلدة لهذا الحدث: دشن السيد مانويل فالس وزير الداخلية الممثل الرسمي لرئيس الجمهورية فرانسوا هولاند وأحمد التوفيق الممثل الرسمي للعاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 27 المسجد الكبير لستراسبورغ. يعني عايش في دولة أجنبية ومدياله حق الإعالة وعايش ملك والدولة بتصرف عليه وبترعاه أحسن مما كان لو عايش في المغرب وبنت له أجمل مسجد، ومع ذلك لكن الخسة والوضاعة والسفالة هتوديها فين؟ الواطي واطي، الواطي واطي، تصرف عليه تربيه تعمل اللي تعمله مفيش. مش سمعت برضه في دولة النمسا في حتة اسمها أوبر سترايخ لسه الأسبوع اللي فات، شاب في أسرة فتحت له بيتها، شاب أفغاني مسلم، الأسرة فتحت له البيت وكانت بترعاه وكان يدخل يطلع من البيت عادي كأنه أحد أفراد البيت. في الآخر هذا الشاب الأفغاني قتل بنت هذه الأسرة اللي عمرها 14 سنة. هذه السميات، هذه الخلايا السرطانية التي تبث في عقول الشباب، هل هي من الله؟ حاشا لله، حاشا لله، هذه تعاليم إرهابية. إذا كنتم مصرين عليها أمين، احنا موافقينكم، بس ما تجوش تقولوا لا احنا عندنا سماحة واحنا بنسامح، لأنكم أنتوا نفسكم قلتوا إن داعش مؤمنين. طالما أنتوا داعش مؤمنين يبقى أنتوا مسؤولين عن الدواعش ومسؤولين عن إرهاب الدواعش، وهذا الإرهاب يرجع إليكم ومرجعه إليكم. يبقى أنتوا تجيبوا الكتب دي زي ما هي كده اللي بتدعو للإرهاب وترجموها تبعتوها للحكومات. وعلى فكرة أنا أرفض من دلوقتي ورايح، أرفض أي حد يحاول يقول لا ده مش من عندنا الكلام ده، لا لا الكلام ده من عندكم. وأرفض على فكرة حتى حكاية حذف الحاجات دي، لأن يعني الأول كنا بننادي حذف الحاجات دي من التراث، لا أنا مش عايزها تتحذف، أنا عايز تراثكم يقعد زي ما هو كده، تراثكم يقعد زي ما هو كده عشان يترجم للعالم والعالم يعرفكم على حقيقتكم، العالم يعرفكم على حقيقتكم. والحمد لله العالم دلوقتي ابتدى يفهم وابتدى يستوعب اللي بيحصل كويس جدا جدا جدا.